قطاع التعليم كله سواء مدارس أو جامعات شغال دلوقتي على خطة تأمين السنة الدراسية الجاية، إنه هيكون في انتظام طول السنة من غير أجازات أو انقطاعات بسبب كورونا، وده من خلال بدء حملات التطعيم بلقاح كورونا لكل عناصر المنظومة التعليمية. نتابع. خطوة جديدة تنفذها الدولة المصرية في إدارة جائحة كورونا، وذلك بتطعيم قطاع التعليم قبل الجامعي من مدرسين وعاملين، وقطاع التعليم الجامعي سواء الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس. جرعتان وشهادة للتطعيم سيحصل عليهم جميع طلبة الجامعات قبل بدء العام الدراسي للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان بدء عام دراسي جديد بكامل الطاقة وبمعدل أمان أكبر. التوجه لتطعيم قطاعي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بالتوازي مع توفير اللقاحات للجميع في مراكز وزارة الصحة، إضافة لمراكز التطعيمات المخصصة للسفر للخارج، والتي منحت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو 250 ألف جرعة، هي خطوات لم تكن لتمضي فيها الدولة لولا التحرك منذ البداية لتوفير جرعات اللقاحات من مصادر مختلفة، بل وإنتاجها وتصنيعها داخل مصر، حيث وصل حجم الإنتاج المحلي من لقاح سينوفاك إلى 15 مليون جرعة. الحكومة أعلنت أنه تم تطعيم أكثر من 7 ملايين مواطن حتى الآن، من إجمالي 10 ملايين سجلوا على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح، ودعت المواطنين للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، حيث تسعى الدولة خلال الفترة القادمة إلى زيادة عدد مراكز التطعيم إلى نحو 800 مركز. وأعلنت الحكومة أيضاً أن هناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات المصرية، سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. ويأتي حرص الدولة المصرية على توفير اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية نظراً لما لها من تأثيرات إيجابية في التقليل من انتشار فيروس كورونا وتخفيف حدة الإصابة به.